وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر مستعدة لتقديم كل ما في وسعها لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته، مشددا على ضرورة الإسراع في حل الأزمة بلبنان. بتضامن مصر وتوفيرها لكل الدعم لخروج من هذه الأزمة، لتشكيل الحكومة بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي ويؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة، ولكن في المقام الأول للشعب اللبناني الشقيق. بالتأكيد أنه الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف، وأهمية الالتزام الكامل بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، ومصر لن تدخر جهد في مواصلة دعمها للبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة.